عمرها ما لعبنا فاينل افريقيا الزمالك واهلي، هي دي الفرق. يعني الزمالك والاهلي بيلعبوا كتير في الدوري، كل سنه بتلعب ماتشين ثلاثه في الدوري او كاس، فالماتشات عادي، لو خسرت في الدوري هتعوض في الدوري، هتعوض في الكاس. لكن افريقيا عمرك ما لعبت في الفاينل، لعبت قبل كده سيمي فاينل لكن عمرك ما لعبت فاينل انك تكسب تاخد بطوله افريقيا. فطبعا ده هو الفرق. يعني مفيش فرق، يعني انا بالنسبه لي مفيش فرق، ماتش الاهلي والزمالك ماتش الاهلي والزمالك زي ماتشات كل الفاينلز، يعني اللي بين الاهلي والزمالك. يعني انا خدك فاينل، بالنسبه لي فاينل الكاس زي فاينل بطوله افريقيا، زي فاينل كونفدراليه، زي ماتش تكسبه تاخد الدوري. ماتش الاهلي والزمالك لما يكون منافسه مباشره، الماتشات اللي هي ما تهمنيش مثلا ايه اللي هي مثلا ايه كده كده الدوري خلص مش عارف ايه، انما طول ما في لسه المنافسه موجوده واحده هي اكيد. طبعا المباراه دي اصعب بكتير، لان هي يعني الناس كلها طبعا عارفه ان ده النهائي الافريقي والنهائي الناس بتقول عليه نهائي القرن، فاعتقد انها هتبقى صعبه جدا انه الزمالك والاهلي يتقابلوا في نهائي افريقيا تاني. فالموضوع هو ده اللي مخلي المباراه حساسه، لان مباريات الدوري فرقه بتتغلب مثلا في الدور الاولاني ممكن تعوض في الدور التاني، ممكن فرقه بتخرج فرقه من الكاس او بتكسبها في الكاس فالسنه اللي بعديها ممكن تعوضها، انما انه النهائي الافريقي اعتقد ان هو ده اللي مخلي المباراه فيها صعوبه اكتر من ان هي مباراة الزمالك والاهلي في ديربي. يعني اليوم ده عندنا استوديو على اون طالعين ارضي، طبعا عندنا ساعتين قبل الماتش، طبعا هوا اكيد ناس عادي الناس تشوف فضائي، لكن الماتش هيطلع ارضي وهنرجع تاني بعد الماتش فضائي. عندنا يوم طويل، يعني من بصراحه من اكتر الايام شايلها على قلبي نطلع في استوديو الماتش ده تحديدا. الواحد يعني كنت عايز اقعد لوحدي، اقعد مع اصحابي الزملكاويه نقعد نتفرج مع بعض، كنت نقعد مع عندي اصحاب كده شله زملكاويه كلنا بنقعد نتفرج على ماتشات الزمالك مع بعض، بس طبعا هبقى في الشغل بقى. عندنا استوديو بعد الماتش، انت عارف عندنا استوديو هيكون فيه حسام غالي، انا وحسام وانا متفائل خير، لان اخر مره انا وحسام في ابو ظبي كسبنا، فرب كده بوشه حلو علينا دايما. وبس ما عنديش حاجه، هفضل قاعد لغايه هنزل اتفرج على الماتش في القناه وبعد كده نقعد نشتغل. اكيد هبقى متوتر جدا قبل المباراه، واكيد عايز الزمالك يكسب طبعا. انا هتفرج على المباراه في الاستوديو، عند الاستوديو يعني اتخيل الاجواء كده، اكيد هتبقى مشحونه قبل المباراه، وفي نفس الوقت الواحد يعني حتى وهو متوتر بيبقى لازم توصل صوره للناس تتفرج عليك، فدي برضو بتبقى مخليك متوتر اكتر. فلا يعني يوم هيبقى موتر جدا. اي حاجه الفوز مهم، فوز يعني طبعا لو بسهوله واداء حلو ونتيجه حلوه اكيد طبعا حاجه كويسه يعني، لكن الماتشات دي هتبقى ماتشات صعبه، يعني مش هتلاقيها، ما اعرفش بس مش هتلاقي ارقام، يعني مش هتلاقي ثلاثه واثنين يعني ان شاء الله ثلاثه ان شاء الله اي حاجه اي نتيجه اكيد هتبقى فوز مهم، يعني فوز بسهوله طبعا. يعني ان انا احنا زي الماتش اللي فات، الماتش اللي فات طول الماتش انت حاسس ان الاهلي ماسك كوره بس مش هيجيب جون في الزمالك بسهوله، والزمالك كسبان من اول الماتش في فتره قليله، الاهلي تعادل، لكن حتى بعد التعادل حسيت ان الاهلي مش تعادل. انا اتمنى ان السيناريو الماتش يمشي كده، اتمنى طبعا فرقتي ان هي تكسب مكسب مريح، يعني مش عايز افضل مستني لغايه اخر دقيقه ولا اخر ثانيه عشان نجيب جون. هو اكيد في الحالتين هفرح، بس يعني المهم ان نكسب يعني ان شاء الله. محمود علاء بيشوط كويس طبعا، هو الوحيد، هو اللي بيشوط اكتر واحد. زيزو بيشوط كويس. ساسي بيشوط كويس. يعني الزمالك على فكره بقى لنا فتره في البلنتيات بنكسب، يعني في اثنين سوبر كسبناهم بالبلنتيات، الاثنين كانوا في ابو ظبي كسبناهم بالبلنتيات. ف يعني المتمرسين الحمد لله على الموضوع ده كويس، اللعيبه وعندهم ثقه بنفسهم، هو توفيق في الاول وفي الاخر، خلي بالك ساعه البيلتي ده توفيق يعني، ربنا يوفقنا ان شاء الله. محمود علاء وفرجاني ساسي، محمود علاء وفرجاني ساسي وانا في رايي الثالث زيزو. عندنا كتير والله في الزمالك، يعني في زيزو وفي محمود علاء وفي ساسي وفي طارق حامد،
في ناس كتير بتشوط كويس.